نكمل مع بعض شوية في الجزء الأخير. كان ميركو بيسأل إن لو نستخدم تايمر بارس مش هعرف أعمله ريسيت في وقت معين. لأ، أي تايمر سواء كان بارس أو ريتريجر أو أوف أو أون أو ريسنسيف أقدر أعمله ريسيت. يعني أمر ريسيت بيستخدم مع أي تايمر ومع أي نوع تايمر. أي تايمر ممكن أعمله أمر ريسيت عادي وأصفره، مش بس ريتنتيف. لكن طبعا هو مع ريتنتيف بيكون اجباري، يعني ما ينفعش تستخدم تايمر ريتنتيف في اي برنامج الا لما تحط معاه ريسيت، لان مفيش حاجه توقف التايمر ده غير امر ريسيت. لكن الاون ممكن اعمل له ريسيت من غير ما استخدم الامر نفسه، عن طريق ان انا اقطع عنه الاشاره وهكذا. لكن اي تايمر ينفع اعمل له ريسيت بامر ريسيت. هل في اسئله عند حضرتك في الابلكيشن او في اي حاجه في المنهج؟ دكتور، هو انا ما كنتش استخدمت ماركر ودخلت اللي هو الثلاثه اوتبوت على تايم اوف ديلي، تمام، وقبل يعني ثلاثه اوتبوت استخدمتهم على بوزيتيف تريجر، تمام، ودخلتهم على اوف ديلي تايمر، وخدت ريشه مفتوحه من الاوف ديلي تايمر. مظبوط، صح، كلام جميل، مظبوط. انا بقول كده، انا بقول انت ممكن تحل اي بطريقه ثانيه بس هتغير في البرنامج. الميزه في البيزنس ان انت عندك حلول كتيره مش حل واحد، فما تحفظش حل برنامج، لان انت ممكن تطبيق غير ده كله فتعمل له حل من دماغك انت. يعني ما حدش يحاول يحفظ حلول برامج، لان ممكن يجي لك حاجه غير الكلام ده كله. فلازم تتعلم ازاي تفكر في انك تعمل برمجه، ازاي تعمل برنامج، ازاي تصمم برنامج، تفهم الامر كويس قوي، تحفظ الكاركترستيك بتاعت الامر، تحفظ التايم دياجرام بتاع الامر بيشتغل ازاي، لما يجي نوضه بيحصل ايه، بيعمل ايه، بيعد صعود ولا تنازلي، بيقف امتى، بيغير الكونتاكت امتى، الحاجات دي كلها. فممكن تيجي لك اسئله في اوامر معينه تشرحها، او يجي لك سؤال على الامر نفسه، او يجي لك سؤال انك تعمل تطبيق او ابلكيشن معين بقى باستخدام الاوامر اللي اتعلمتها في الكورس مع بعض. ده طبعا بالاضافه للاسئله النظريه اللي ممكن تيجي في الانالوج او تيجي في الكونستراكشن بتاع البي ال سي، دار الانبوت اوتبوت، المميزات العيوب، السلكشن كريتيريا، الحاجات دي ممكن يجي فيها سؤال نظري ان شاء الله. الامتحان هيبقى اربع اسئله تقريبا. ايوه اتفضل. الجزء اللي على الميموري ممكن يسألني فيه ازاي؟ الجزء اللي على الميموري بتتكلم انت عن المحاضرة دي، ليها علاقة بالميموري، هو الحاجات دي صح كده؟ المحاضرة الأخيرة، تمام. ممكن يجي لك أمر مثلا، الأمر دي زي مثلا أمر موف بايت مثلا، يجي لك الأمر وأجيب لك الريجستر ده قيمته اللي هو ام بي 0 أو ام بي 1 قيمته قبل الأمر المتنفذ، وأقول لك اكتب لي قيمته بعد الأمر المتنفذ ديسيمال أو باينري 0 1. يعني مثلا الريجستر ده كان فيه قبل ما يتنفذ الامر كان فيه صفار وحائل بطريقه معينه. طب بعد الامر ما يتنفذ هيسجل فيه رقم، الرقم ده في الاخر يكافي رقم باينري صفار وحائل تانيين، تكتب لي بقى الشكل الرقم اللي موجود فيه. ده ممكن يجي لك سؤال. طبعا الكلام هنا على الموف، لكن ممكن يجي على الموف او الشيفت او الروتيت او السواب او اي امر احنا خدناه. تمام؟ يعني زي المثال ده كده اهو، ادي مثلا، لا بلاش مثال، المثال ده ادي الامر اهو، وادي التايمنج دياجرام، وادي الشكت ريجستر بيفور فيرست شيفت. ده ممكن يبقى جبن، لكن اجيب لك ده فاضي وده فاضي وانت تملاه، تقول لي بقى شكل ريجستر بعد السكند شيفت والفيرست شيفت عامل ازاي. طبعا ده قبل فيرست شيفت، ده بيفور، هنا افتر، هنا افتر، هنا افتر بعد الفيرست شيفت عند اول نبضه، وهنا افتر سكند شيفت عند النبضه الثانيه، يا ترى شكله بيبقى عامل ازاي. فالحين انت بقى حاطط الاصفار الوحيد هنا، فالاصفار الوحيد دي هتبين اذا كنت فاهم الامر او مش فاهم. طبعا ده مثال لسؤال ممكن يجي، يعني ده مثال لسؤال ده انا بكلمك عليه، ان اجيب لك الامر معين واجيب لك الانبوت سيجنال واقول لك ارسم لي بقى شكل الداتا اللي في الريجستر بعد الامر بتنفذ اول مره ثاني مره كان شكلها عامل ازاي. تمام؟ او اقول لك اشرح لي الامر، تشرحه مثلا بشكل مختصر وبسيط، او تحتاج تستخدمه جوه مشروع زي مثلا مشروع الرادار، محتاج تستخدم امر الموف وامر الديفيجن وامر ثانيه. السؤال واضح يا باشمهندس؟ الاجابه واضحه ولا لسه؟ دكتور، هو انت المحاضره اللي فاتت كنت قلت لنا يعني المره الجايه هقول لكم تركزوا على حاجات معينه عشان الوقت ضيق قوي، و يعني في الثلاث اسابيع بس احنا ذاكرنا فيهم كتير. فين هو زي ما بقول الامتحان الفاينل اكزام هيكون اربع اسئله ان شاء الله. دكتور مجدي هيحط منهم سؤال كامل عليه 20 درجه في الجزء بتاعه في الفاينل اكزام، وانا هحط ثلاث اسئله على البي ال سي والحاجات اللي اشتغلت تبعها. الثلاث اسئله دول هيكون مجموعهم 50 درجة، بحيث ان الفاينل اكزام من 70 درجة. بالاضافة لسؤال هيتحط خاص باعمال السنة او الميد تيرم،
هيحط دكتور مجدي بشكل كامل، هيبقى عليه 30 درجة. فبكده دكتور مجدي عنده 50 درجة وأنا عندي 50 في المادة، المادة من 100. فكده سؤال للمتر كمان هيجي على جزء دكتور مجدي، مجدي عادل أو مجدي موسى، وبالإضافة إن هو يحط أول سؤال أو سؤال في الامتحان خاص بيه. باقي أسئلة الفايدر إيه ده؟ أنا هحطها لهم الدرجة الباقيين إن شاء الله. هيجوا على البي ال سي عوامل بقى وبرامج ونظري وحاجات زي كده. ال 100 درجة كاملين هيبقى عندك موجودين في ورقة الأسئلة اللي هتجي لك في الفاينل إكزام. طبعا الإجابة على سؤال أعمال السنة هتكون في ورقة منفصلة، هيجي لك مع ورقة الإجابة أو كراسة الإجابة ورقتين كده تانيين منفصلتين عنها، هتكتب عليهم اسمك ورقم فلوسك وهتحل فيهم السؤال بتاع أعمال السنة. السؤال بتاع الميد ترم هيبقى ليه وقت إضافي حوالي نص ساعة إضافية غير الثلاث ساعات بتوع الامتحان. أنت تعمل مانج بقى للوقت بتاعك حسب ما تحب. في الاخر بتاخد ورقه اسئله واحده فيها الفاينل اكزام، الاربع اسئله بتوع الفاينل اكزام بالاضافه لسؤال خامس اخير موجود لاعمال السنه منفصل عنهم في نفس الورقه. تبدا انت تحل اعمال السنه الاول، تبدا تحل الفاينل اكزام الاول، دي حاجه تخصك انت. في الاخر انت معاك ثلاث ساعات ونص تعمل مانج بقى الوقت بتاعك فيهم ده بتحبه. الاجابه بتاعت اعمال السنه لازم تكون في ورقه منفصله، ما ينفعش تحلها في كراسه الاجابه عشان تسلم الاستاذ الماده بياخدها يعلمها لوحدها، ما تخشش كنترول. واسمك ورقم جوزك لازم يكون مكتوب على الورقتين اللي هتحل فيهم سؤال اعمال السنه او سؤال المتر. كراسه الاجابه بتكتب اسمك برضه رقم جوزك عليهم، بس دي بتروح الكنترول وفي الاخر بيتعمل لهم هيدن او اخفاء، بتتجمع وتتظبط وبعدين تسلم استاذ الماده كراسات مخفيه مش عليها اسامي، بحيث استاذ الماده بيعلمها بدون اسامي عليها من غير ما يعرف اسم الطالب مين. تمام يا شباب. الاسئله بتاعتي هتيجي فيها اجزاء نظريه، هتيجي متنوعه، فيها حاجات يعني سهله وحاجات وسط وحاجات شويه تميز بين الشاطر والشاطر وكده. في الغالب هيبقى فيهم احد المشروعات هيجي لك في سؤال، ممكن يكون سؤال كامل في مشروع تعمله برمجه او كمبيوتر ديجرام. هيجي اسئله على الاوامر اللي انا شرحتها لكم واللي شرحها موجود عندك، تشرح امر او يجيب لك الانبوت من الاوتبوت وهكذا، على التايمر بقى على الكمبيوتر على الكاونتر. هيجي اسئله في الهاردوير بتاع البي ال سي طبعا، الكونكشن بتاع الانبوت اوتبوت والدوال انبوت اوتبوت والكونستراكشن بتاع البي ال سي والديفينيشن بتاع البي ال سي والمميزات والعيوب والسلكشن كرايتيريا والحاجات دي كلها. وممكن يجيب لك مجموعه من الديفايسز يقول لك وصلها وارسم توصيلها مع البي ال سي من بره، اللي هو الكونكشن الخارجي للانبوت اوتبوت ديفايسز مع البي ال سي. مش عارف مش 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 عارف اقول لك ركز على ايه وما تركزش على ايه، عشان انا ممكن غلطات الامتحان لسه الامتحان ما حطيتوش، فممكن اغير الكلام ده، مش قادر اطلع بقول كلام اعمل عكسه في الامتحان. فاللي انا شرحته كله مهم يعني، كله يذاكر، مفيش حاجه يعني اكثر اهميه من حاجه ثانيه. كل الحاجات اللي انا شرحتها مهمه، ذاكروها وحاولوا تجتمعوا فيديوهات كويس، وان شاء الله الامتحان هيجي سهل ويجي بسيط باذن الله ليكم، مش هيكون في حاجه صعبه. في اي اسئله يا شباب او اي حد عنده كومنت او تعليق؟ معلش يا دكتور، في اخر ابلكيشن بتاع الرادار في بس امر مش فاهمه محطوط ليه. اوكي. ده الابلكيشن بتاع الرادار. ايه الامر اللي انت مش فاهمه؟ ايه الامر اللي انت مش فاهمه يا كويس؟ سامعني؟ ايوه دكتور، ايوه معاك. الموف بي، الموف بيت اللي هو بياخد من ال ام بي 4 لكيو بيت 1. دلوقتي انا هنا بشكل بسيط انا مركب على الطريق اثنين سنسور، سنسور بيحس بالعربيه وهي داخله الطريق، ده طريق اتجاه واحد. فاول لما السنسور ده يشوف العربيه يبدا يشغل تايمر في البي ال سي او في البرنامج يعد زمن اللي العربيه دي هتستغرقه في قطع المسافه من سنسور واحد الى سنسور اثنين. لو انا قدرت احسب التايم ده جوه البي ال سي وانا عندي المسافه معروفه رقم ثابت 10 متر، فلما اقسم المسافه على الزمن بحسب السرعه. لما احسب سرعه تحرك العربيه دي او السياره دي اقدر اقارنها بقى بالسرعه القصوى على هذا الطريق، فلو هي تجاوزتها ببدا اصورها بكاميرا عشان اديها مخالفه وهكذا. اما لو كانت سرعتها اقل من السرعه القصوى المسموح بيها فبعمل اظهار للسرعه دي على 7 سيجمنت بتوصلها مع البي ال سي. طيب عشان اظهر الكلام ده على 7 سيجمنت محتاج استخدم الامر اللي بيحول من انتجر الى بي سي دي، ده امر كونفرت. في اول حاجه بشغل ماركر، لو سنسور واحد شايف بشغل ماركر واعمل لاتش، لو سنسور اثنين شايف بيفصل ماركر، فماركر ده بيشتغل اول لما سنسور واحد يشوف عربيه وبيقف مع سنسور اثنين لما يشوف عربيه.
الماركر ده بيشغل تايمر ريتنتيف، فطول ما التايمر الماركر شغال التايمر عمال يعد، فالتايمر ده بيعد لي الزمن اللي الماركر فيه شغال، اللي هو الزمن ده بيتحسب منين؟ من اول لما السنسور رقم واحد شاف العربيه لحد لما السنسور رقم اثنين شاف العربيه وفصل الماركر. ففي الاخر التايمر ده هيسجل لي زمن اللي العربيه سرقته في قطع المسافه من سنسور واحد الى اثنين. ليه بنستخدم تايمر ريتنتيف مش تايمر ثاني؟ عشان التايمر ده لو قطع عنه اشاره، يعني الماركر ده لما يقف يفتح المسار ده التايمر مش بيرست، التايمر بيفضل فاكر القيمه اللي متخزنه جواه، عشان ده تايمر ريتنتيف مش اون ديلي عادي. باخد القيمه اللي جوه التايمر ده واحسب منها بقى ايه السرعه، بحسب ازاي السرعه؟ بقسم المسافه على زمن، المفروض المسافه 10 متر. طب ليه ضربتها في 10؟ عشان الزمن اللي جوه التايمر مضروب في 10 كمان. لان الرقم اللي جوه التايمر ده مش بيمثل الزمن بالثواني، بيمثل الزمن بالثواني مضروب في 10. فعشان كده لما اضرب البسط في 10 والمقام مضروب في 10 اصبحت في الاخر البسط ال 10 اللي في البسط تروح من 10 في المقام، تبقى الوحده عندي متر بير سكند. تبقى الوحده عندي متر على الثانيه. فلازم السرعه ما تكونش تجاوز 30 متر على الثانيه عشان تبقى دي السرعه المسموح بها على الطريق. في الاخر السرعه بتتحسب عن طريق ان انا بقسم المسافه على الزمن واخزنها جوه الورد اللي اسمها ام دبليو 1. بحسب السرعه امتى؟ اول لما السنسور يشوف والعربيه تخلص المسافه بتاعتها ما بين واحد لاثنين. وبعمل الكلام ده بالص. السرعه دلوقتي متسجله باينري في الام دبليو 1، لو السرعه دي اكبر من 30 دي كده عربيه هشغلها الكاميرا او شغلها الالارم اللي هيصورها او يدي انذار ان دي عربيه تجاوزت السرعه المطلوبه. اما لو السرعه اقل من 30، لو الام دبليو 1 اقل من 30 عايز اعملها اظهار على 7 سيجمنتس، فبحول القيمه دي من انتجر الى بي سي دي واخزن السرعه بعد ما حولتها من انتجر الى بي سي دي اخزنها في وورد ثانيه بسميها ام دبليو 2 3. طب ليه ما خدتش ام دبليو 2؟ عشان زي ما قلنا كده لما انا باخد وورد اسمها واحد ما باخدش بقى اثنين، باخد بعدها ثلاثه عشان لازم اسيب خانه فاضيه اللي هي البايت اللي هي مشتركه، مش عايز يحصل تدخل ما بين دي ودي. فطالما السرعه متسجله في ام دبليو 1 فلما بحول السرعه اللي متسجله باينري في ام دبليو 1 بحولها من باينري او من انتجر الى بي سي دي واخزنها في الام دبليو 3. طب ام دبليو 3 دي عباره عن ايه؟ عباره عن ام بي 3 وام بي 4. طب السرعه دي هتبقى متخزنه فين؟ متخزنه في الام بي 4. فده اللي يهمني في الاثنين بايت دول ام بي 4. فانا خدت القيمه اللي في ام بي 4 وطلعتها على الكيو بي 0 اللي بتوصل معاها 7 سيجمنت عشان يظهر لي الرقم على 7 سيجمنت اللي بتوصلها معاها كيو بي 0. فعملت الكلام ده بامر موف. اشمعنى خدت ام بي 4؟ لان دي اللي متسجل فيها السرعه. جبت الكلام ده منين؟ لان الام دبليو 3 عباره عن 2 بايت، عباره عن ام بي 3 وام بي 4، فانا اللي يهمني ام بي 4 اللي فيها السرعه اللي هي الاقل مش الليست مش الموست. بس ده كل الكلام. تمام يا دكتور، يعني هي الاي بي سي دي مش ما بتطلعش الارقام على 7 سيجمنت على طول، لازم ناخد الرقم منها اطلعه على الاول. على حسب انت موصل ال 7 سيجمنت مع الاوتبوت فكده دي الطريقه دي افضل ان انا اعملها دي. يعني انا ممكن اخد الكيو بي 1 بدل الام دبليو 3. لا هيبقى غلط. ليه؟ الامر ده اللي هو بيحول من انتجر لبي سي دي بيتعامل فقط مع وورد مش مع بايت. لو انت كتبت هنا كيو بي 3 هيبقى غلط او كيو بي 1 هيبقى غلط. لان دي بايت. دي بايت مش وورد، لازم تكون وورد. يعني ما ينفعش اكتب في المكان ده بايت، لازم اكتب وورد في المكان ده. طب ممكن مثلا كيو دبليو 0 هيبقى في مشكله لان كيو دبليو 0 من ضمنها الكيو 00 اللي هي الالارم هتعمل لك مشكله. فالافضل تاخد الرقم بعد ما حولته من انتجر الى بي سي دي على وورد وتاخد البايت اللي انت عايزها وتطلعها على الاوتبوت اللي انت موصل معاه 7 سيجمنت. ده افضل. تمام شكرا. عشان كل ما تيجي عربيه جديده اصفر القيمه اللي في الميموري وفي التايمر وابدا اعد من جديد مع عربيه جديده. ده اخر النتورك موجوده عشان مع دخول اي عربيه جديده اعمل ريسيت لكل حاجه وابدا اعد من جديد. لو في اي اسئله في المحاضرات الشباب. دكتور ممكن حضرتك تعيد عمليه الضرب تاني؟ الضرب؟ ضرب ايه؟ حضرتك شرح اسم الضرب وحاجات امر الضرب يعني المالتيبيكيشن ولا قصدك ايه مش فاهم؟ هنا في الامر الحسابيه زي امر الاديشن او الجمع. امر الاد بيجمع الرقمين مع بعض فبكتب الرقم الاول هنا في انبوت واحد والرقم الثاني في انبوت اثنين. ممكن يكون ميموري مع ميموري او ميموري مع رقم ثابت والناتج بيتحط في الاوتبوت. ممكن اخلي الانبوت زي الاوتبوت وممكن اخليه حاجه مختلفه ادرس مختلف يعني الاثنين متاحين ليك. لما بيكون الانبوت زي الاوتبوت بيجمع الرقم اللي متخزن في ام دبليو 1 مع خمسه ويتحط في ام دبليو 1 وبالتالي قيمه ام دبليو 1 بتتغير ما بتبقاش ثابته. يعني مثلا لو كان فيها صفر اول مره فمع اول ضغط على الاي 0 هجمع صفر متخزن هنا مع خمسه يديني خمسه فتخزن فيها خمسه
في المره الثانيه على اي 0 0 ضغط هيبقى 5 و5 يبقى 10. في المره الثالثه هيبقى 15 لان هو بياخد الرقم المتسجل هنا اوريدي ويجمع عليه 5. فلما يكون الانبوت رقم 1 زي الاوتبوت ده بيعمل عمليه تراكميه او تكامليه او تجميعيه، بيقعد يخزن كده يجمع في الرقم يضيف على الرقم القديم. اما لو كان الادرس مختلف خلاص هيجمع الرقم ده بعدها ويحطه هنا خلاص على كده مره واحده وانتهى الامر. ده امر الطرح بيطرح الانبوت رقم 1 ناقص الانبوت رقم 2 ويحطه في الاوتبوت. ممكن برضو يكون الانبوت رقم 2 الرقم ثابت او ممكن يكون ادرس مختلف، وممكن يبقى الانبوت رقم 1 والاوتبوت نفس الاسم او اسم مختلف، يعني هنا مغير الميموري او مغير الاسم بتاع الانبوت والاوتبوت. بالنسبه لامر المالتبلاي ده اسمه مالتبلاي انتجر، بضرب الرقم اللي موجود في وورد رقم 1 بيتضرب في الرقم اللي في وورد رقم 2 ويتحط الرقم في الوورد رقم في الاوتبوت اللي هو الوورد الثالثه دي اللي ام دبليو 5. لاحظ ان انا واخد ام دبليو 3 و5، ما خدتش بقى 2 و4 ليه؟ لان هم مش هينفع يبقى في تداخل حاصل بينهم، لان الام دبليو 1 عباره عن بايت 1 و2 فمش عايز 2 دي تكون مذكوره في الموضوع، عشان كده خدت ام دبليو 3. طب ليه ما خدتش ام دبليو 4؟ عشان برضه دي عباره عن 3 و4 فلازم اخد ام دبليو 5، وده شرحناه في اول سلايد في الميموري. امر الضرب بيعمل ايه؟ هيضرب الرقم ده في الرقم ده ويحطه هنا. ده امر ملتبلاي انتجر. امر ديف اي بيقسم الرقم ده على الرقم ده ويحط الناتج هنا. دي الاربع اوامر، الجامع والطرح والضرب والاسم. ليه بحط امر البي قدام كل واحد منهم؟ عشان يتحول لسيجنال لبالس، ما يكررش الامر مع كل سكان سايكل. في سؤال يا شباب؟ دكتور سؤال في السيجمنت، في 7 سيجمنت، هو الوايرنج بيكون ازاي؟ مثلا انا بحدد الخارجه مثلا وليكن كيو بي 0 مثلا او كده، فانا بعرف مثلا اوصل 8 اطراف بعد كده منهم ولا ازاي؟ كوايرنج غير 7 سيجمنت عاديه اللي هي 8 اطراف، فالجراوند مش متوصل، الطرف الجراوند بتوصل سالب او موجب دايركت، مش بتوصل مع البي ال سي. تمام. اللي بتوصل اللي بتوصل عندك الطرف اي بي سي دي لحد جي، فدول ليهم 7 اطراف، يعني اي بي دي اي اف جي دول 7 اطراف. تمام. انا بتكلم بقى في البرنامج، يعني في تحديد يعني انا في البرنامج بحدد البدايه وبعرف ان انا كده هاخد بقيه الاطراف ولا بعد ما وصلتهم 7 اوتبوت في البي ال سي، فانت عارف ان هم متوصلين مع كيو بي 0. تيجي بقى في الامر اللي هيخليك تكتب الرقم صح 7 سيجمنت اللي هي 7 اطراف او 8 اطراف، هو امر سيجمنت. تمام. هتاخد الرقم اللي انت عايز تظهره اللي هو متخزن مثلا في بايت رقم 0، تاخده وتحطه في الاوتبوت اللي بتوصل مع 7 سيجمنت. الامر ده لازم يتعمل مع بايت، يعني امر سيجمنت ده بيشتغل فقط مع بايت مش مع وورد. تمام. بس ده امر سيجمنت اللي يعني الكلام ده. لا يعني انا مثلا انا يعني في البراكتيكال ما بفضلش اشتغل بال 7 سيجمنت اللي فيها 7 اطراف، لانها بتاخد اطراف كتيره في الكونكشن والتعامل معاها بيكون صعب. بفضل بشكل كبير ان اشتغل بالنوع 7 سيجمنت اللي هي 4 اطراف مش 8 اطراف، اللي هو النوع ده. النوع ده افضل ليه؟ بدل ما يبقى وصل مع البي دي سي 7 اطراف، لا وصل 4 بس. وبالتالي البايت الواحده اللي هي 8 بت ممكن توصل لي 2 ديجيت. تمام. غير النوع الثاني كنت بستخدم بايت كامله في 1 ديجيت. اه صح. تمام. بيقلل لي الاطراف. هو انا بتكلم بس يعني انا مثلا بحدد كيو مثلا 0، فانا في البرنامج يعني في الخارج، فانا عارف كده ان انا هوصل لغايه من 0 ل 7 يعني لو 8 مثلا. في الحاله في الحاله دي انا بوصل هنا 8 ووصل الاطراف على البايت كامله. البايت كامله 8 اطراف 8. وبالتالي 11 وصلتهم على بايت كامله، على بايت كامله 7 8 اطراف، والمئات والالاف وصلتهم على بايت كامله برضه 8 اطراف. فانا كده البايت رقم 0 والبايت رقم 1 هم دول اللي هحط عليهم الرقم اللي عايز اظهره كاحاد وعشرات ومئات والاف. تمام. شكرا. هو بالنسبه لل 7 سيجمنت لو عايز اعمل مالتيبلكسنج يعني ده ممكن اعمله ازاي؟ ده هو ده اللي انت بتتكلم فيه، هو المثال ده، وده تلاقيه مشروع في المرجع، ارجعوا للمرجع واشوفوه كويس وشوفوا الشكل بتاعه كويس. اه تمام. دكتور معلش اتفضل. هو حضرتك كنت مفترض ان الطريق 1 واي وان عربيه واحده بس اللي هتعدي، طب لو مثلا 1 واي برضه بس كذا عربيه هتعدي في نفس الوقت السنسور هيعرف الفرق ما بينهم ازاي؟ في المثال ده انا مش بخلي البي دي سي كده رادار، دي مجرد فكره كده بسيطه واختبار اللي تعمله برنامج، يعني ده مش مشروع دار حقيقي. ماشي. هو فكره كده جت في دماغ الواحد، وعلى فكره دلوقتي بيطبق حاجه شبهها لو انتم مركزين. بيتحط على بعض الطرق السريعه كاميرات، مثلا لو في طريق كوبري او طريق دائري او وات ايفر، يعني طريق معين ومفيش مخارج فيه الا بعد مسافه معينه، فيجي عند مكان معين ويركب كاميرا
ويجي على بعد مسافه معينه قبل اي مخارج ويركب كاميرا ثانيه. الكاميرا الاولانيه بتسجل العربيه دخلت امتى الطريق ده، الكاميرا الثانيه بتسجل العربيه خرجت امتى من الطريق ده، بيتحسب فرق الوقت اللي دخلت فيه واللي خرجت فيه العربيه، وبالتالي المسافه معروفه بين الكاميرتين، فبيجيب لك متوسط السرعه اللي انت كنت ماشي بيها وقطعت بيها المسافه من كاميرا رقم 1 لكاميرا رقم 2. لو انت خرجت في زمن اقل من الزمن المسموح به، ده معناه ان انت تجاوزت سرعه في المسافه دي، وبالتالي تتغرم غرامه سرعه زياده. ده بيمنع طبعا بقى الحته اللي كان بيعملها السواقين بتوع الميكروباص والحاجات دول، ان هم يجي عند المكان الرادار هو عارف مكانه، فبيهدي السرعه شويه وبعد كده يبدا يعلي سرعته تاني بعد ما يتجاوز المنطقه اللي فيها الرادار. فدي فكره موجوده اوريدي، دي فكره بقى شبيهه بعملها احنا بالبي بي سي بالبرمجه، لكن عشان بس ابسط عليك الامور شويه ما اعقدش الامور وما تخشش في مجموعه مشاكل براكتيكال وانت بتعمل المشروع ده، فحطيت لك مجموعه شروط ان ده طريق اتجاه واحد مش اتجاهين، وان ده طريق حاره واحده مش كذا حاره، وعربيه واحده اللي ماشيه فيه، ومش هتخش عربيه وفي عربيه جوه، لازم عربيه تخرج وبعدين عربيه بعدها وهكذا، عشان بس اسهل لك البرمجه، لان انا كل ما ازود لك المشاكل كل ما البرنامج هيبقى معقد اكتر. فانا مش عايز ادخلك في مشاكل اكتر من دي، ده مجرد مثال بسيط بس يوضح لك ازاي تستخدم امر القسمه، امر الديفيجن، يوضح لك ازاي تستخدم الامر بتاع الريتنتيف تايمر، امر الموف، ازاي تستخدم الامر اللي بيحول لبي سي دي، مجرد جاست اكزامبل بسيط تفهم منه ازاي تعمل برنامج لحاله بسيطه زي كده. لكن لو هنيجي نحط بقى كل الشروط هيبقى الموضوع معقد، فانا مش عايز اعمل ده. فهمت قصدي؟ تمام. لان الاحتمالات كتيره، ممكن عربيه تعطل هنا او تقف هنا هيحصل ايه؟ طب ممكن عربيه قبل تخرج عربيه ثانيه تخش هيحصل ايه؟ طب ممكن عربيه تيجي عكس هيحصل ايه؟ فانت عندك احتمالات كتيره ممكن توظف كل اللي انت عامله ده. عشان كده احنا حاطين بس شروط بسيطه واسامبشنز عشان نقدر نعمل برنامج بسيط يحل التطبيق ده. لو في حد عنده سؤال اتفضل. يا دكتور الفاينل هيبقى السؤال بتاع الترم هيبقى وقت الواحد ولا تبع الثلاث ساعات؟ وقت الواحد ونص ساعه زياده بس الوقت كله متاح ليك، يعني انت متاح ليك ثلاث ساعات ونص تعمل فيه لكن في وقت اضافي للامتحان لسؤال اعمال السنه. وباكد تاني عشان ما حدش يعمل الخطا الشنيع ده، ما حدش يجاوب سؤال اعمال السنه في كراسه الاجابه. ما حدش يجاوب سؤال اعمال السنه في كراسه الاجابه. اجابه سؤال اعمال السنه في ورقه منفصله هتستلمها مع كراسه الاجابه. الورقه المنفصله دي بتكتب اسمك عليها ورقم جوزك بالظبط زي كراسه الاجابه. يا رب يكون هو حضرتك يا دكتور وضحت الامتحان؟ لا لسه ما حطوش. المفروض هيكون كام سؤال طيب؟ وجزء حضرتك قد ايه وجزء دكتور مجدي؟ انت يا ابني كنت نايم ولا ايه؟ ما انا قلت الكلام ده من شويه. معلش عشان كنت بصلي بس. طيب يا سيدي تقبل الله. السؤال دكتور مجدي هيحط سؤال من الاربع اسئله بتوع الامتحان كله. الفاينل اكزام اربع اسئله. الفاينل اكزام ان شاء الله هيكون اربع اسئله في الغالب. الاربع اسئله هيبقى في سؤال من 20، سؤال من 15، سؤال من 20، سؤال من 15 او توزيعها بالشكل ده كده يعني، بحيث يكون مجموع الاسئله كلها 70. تمام؟ اتفقت مع دكتور مجدي ان هو يحط سؤال واحد من الاربع اسئله دول على الجزء بتاعه، وانا احط ثلاث اسئله على الجزء بتاعي. طب كده دكتور مجدي الجزء بتاعه قليل. فاعمال السنه هو يتكفل بها كاملا. فالجزء بتاع سؤال اعمال السنه دكتور مجدي هو اللي يحطه وهو اللي هيعلمه. طيب سؤال دكتور مجدي هيكون في الغالب عليه 20 درجه في الفاينل اكزام، وسؤال اعمال السنه بتاع دكتور مجدي برضه هيكون عليه 30 درجه. كده معاه 50 درجه، وال 50 درجه الباقيه هتكون على الاسئله الثلاثه بتوعي في الفاينل اكزام، كده ال 100 درجه كاملين. طبعا بعد اذنك يا دكتور، ما ينفعش يا دكتور نعمل ريبورت من الميد ترم، اي ريبورت في الماده ديت يستندوا معانا واحنا داخلين الامتحان؟ ما ينفعش. فكره ملغيه. ومش هنعملها. اي حاجه يا دكتور. بص يا باشمهندس، لو نطلب ريبورت هيجي لنا يعني انتوا كام واحد؟ 280 طالب؟ هيجي لنا 280 نسخه تبكل اصل من بعض. فاحنا بنضيع وقت وبنضحك على بعضنا وكله تهريج، مش وسيله التقييم دي. فلا رفضنا الفكره ودكتور مجدي رافضها وانا رافضها. هو كده الحاجه العادله او الاكثر عدلا ان انت هيجي لك امتحان هتجاوب على الاسئله اللي فيه، هتقيم طبقا لاجابتك وطبقا لمجهودك وطبقا لاشطارتك في الامتحان ده. ودي اكثر عداله في التقييم. هي الفكره بس يا دكتور ان احنا لما كنا بنمتحن ميد ترم كنا مثلا لو انا مثلا في الميد ترم كنا بنشد شويه ونعوض في الفاينل، فكنا عارفين الدنيا فيها ايه، لكن لما الماده كلها نخشها مره واحده فدي بتبقى مقلقه شويه. والله نعمل ايه؟ ده الكلام ده مش عليك لوحدك، على كل زمايلك، ومش على الدفعه بتاعتك بس الثالثه يعني قصدي، على كل الدفعات وعلى كل السنين وعلى كل الكليات. ده قرار وزاره التعليم مش قرارنا احنا. احنا كنا نتمنى نعمل ميد ترم، كنا محددين ميعاد الميد ترم،
وكنا حاطين امتحان ميد ترم بس للاسف ما اتاجل او اتلغى. يعني انا كنت اتمنى يكون في امتحان ميد ترم فرصه ان الطالب يخش يقدر مهارته ويقدر يشوف عامل ازاي والامتحان اسئلتك ازاي ويتدرب على الاسئله ويذاكر شويه، لكن للاسف ما اتعملش. طب هنعمل ايه؟ فده البديل، ما نقدرش نعمل حاجه غير دي، ودي قرارات جايه لنا واحنا بننفذها. ماشي يا دكتور. الوضع اللي احنا يعني ايه امامه الان، فنحاول نعمل احسن حاجه عندنا. في جزء نظري عند حضرتك في الاسئله يا دكتور؟ اه في جزء نظري هتيجي في الاسئله اكيد. سؤال كامل 15 مثلا؟ لا لا سؤال كامل، يعني هيبقى فرعيات، يعني مثلا لو سؤال ايه وبي وسي ممكن تلاقي ايه نظري وبي وسي مثلا ابلكيشن او حاجه. يعني يبقى اجزاء فرعيه نظريه. هو كل سؤال ممكن يكون ايه وبي وسي؟ وانا براحتي الوقت في الاسئله اللي بحطها بحيث يكون الوقت كافي وزياده كمان. خلاص تمام يا دكتور. هل حد عنده اي اسئله شباب في اي حاجه تخص الامتحان او الماده؟ دكتور هو الشابتر 1 اللي هو الحاجات الاسئله النظري فيه لازم نروح للمرجع ولا نكتفي باللي هو يعني اللي هو لو جبنا شرح حضرتك وعرفنا نكتبه كده تبقى يعني ده يكون احسن او ده بس ولا لازم نرجع للمرجع؟ والله لو انت شايف ان الشرح اللي انا قلته في الفيديو واللي قدامك في السلايد كافي خلاص اوكي. لكن غالبا يعني في بعض الحاجات لما بترجع للمرجع فيها بيكون افضل. يعني مثال على الكلام ده لما اجي اقول لك اشرح لي كل جزء من مكونات البي ال سي هترسم لي الرسمه، بس الرسمه دي مش هي تاخد على فول مارك. يعني الرسمه اللي فيها المكونات مش هي الفول مارك، انا عايزك تشرح لي بقى كل مكون من دول وظيفته ايه. مش هتلاقي كلام مكتوب عندك في السلايد، مفيش كلام مكتوب. يعني مثلا يعني خليك بس معايا اسمع تفهم رد على السؤال. يعني مثلا لما اجي اقول لك اشرح لي الكونستراكشن بتاع البي ال سي، البي ال سي بيتكون من انبوت سيكشن واوتبوت سيكشن وسي بي يو سنترال بروسيسنج يونت وميموري وباور سبلاي وبروجرامينج ديفايس. دي المكونات. اشرح بقى انت رسمت رسمه صح وتمام وقلت الخمس اجزاء بتوع البي ال سي، اشرحهم لي بقى لو سمحت. فدي تشرح لازم تشرح لي كل جزء. السي بي يو وظيفته ايه؟ بيعمل ايه؟ السكان سايكل دي شكلها عامل ازاي؟ السرعه بتاعته بتاثر في ايه؟ طيب الانبوت سيكشن عباره عن ايه؟ بوصل ايه انبوت مع البي ال سي؟ ايه الحاجات اللي ممكن اوصلها كانبوت مع البي ال سي؟ انواع الانبوت انترنال ايه وايه من غير ما ترسم تقول لي في حاجه اسمها الاي سي ودي السيركت. طب انواع الاوت تقول لي في ثلاث انواع اوت زي اوت ريلي اوت ترانزستور اوت ترياك من غير ما ترسم او تشرح بس تقول انواع. طب نيجي مثلا في الميموري، انواع الميموري ايه؟ مش هتلاقي شرح في السلايد بيقول انواع الميموري ايه. في ميموري خاصه بالبروجرام وفي ميموري خاصه بالاوبريتنج سيستم وفي ميموري خاصه بالاوامر وفي حاجه اسمها ريتنتيف اريا وفي حاجه اسمها فولاتايل اريا. فانت لازم ترجع المرجع تشوف انواع الميموري ايه عشان ممكن تحتاج تشرحها او ممكن يجيلك سؤال في الميموري بانواعها مش هتلاقيه في السلايد هتلاقيه في المرجع. فلما دي تحب تعرف معلومات اكتر ارجع للمرجع. ده هيفرق معاك عشان تاخد الفول مارك. دكتور وحضرتك قلت شابتر 2 في المرجع هو ده اللي مركز عليه؟ بشكل واضح الشابتر اللي فيه نظري عن اجزاء البي ال سي هو ده اهم حاجه. اللي هو المكونات ودائره الانبوت والاوتبوت والميموري والبروسيسور والحاجات دي والكونكشن. اه ده تركز عليه. اظن كان شابتر 2 في المرجع باين حسب ما انا فاكر. في اسئله يا شباب عندكم؟ في اي اسئله عندكم؟ بالنسبه لجزء المساله يا دكتور في السيستمز وكده نركز عليها اكتر. ابلكيشن يعني مش مسائل بمعنى مسائل، هي تطبيقات هتعملها برامج ممكن. ماشي شيء طيب ولا ايه طيب ولا المحاضرات بشكل عام؟ ممكن يجي من شيت، ممكن يجي من المحاضرات، ممكن يجي حاجه من بره شيت المحاضرات. معتمد على تفكيرك على الذكاء بتاعك على قدرتك على البرمجه وحل المشكله. والله يا دكتور احنا لو في وقت غير اللي احنا فيه دلوقتي ده كنا نركز اكتر وهنكون فعلا على قد اي اسئله حضرتك تحطها، بس دلوقتي مزنوق جدا والفتره قليله جدا وفي مواد ثانيه. يعني في مواد حرفيا معانا لسه من الترم الاولاني زي الكنترول دي احنا لحد النهارده بنذاكر فيها من وقت ما بدانا الترم ولسه ما خلصناهاش برضه. طيب عشان اكون واضح معاكم انا مقدر كل الظروف دي بس اغلبيه الامتحان هيجي سهل، بس ده ما يمنعش لازم يكون في سؤال يميز ما بين الشاطر المجتهد الفقر وبقيه الناس. خليني اكون واضح يعني اغلبيه الامتحان هيجي اسئله مباشره وسهله، لكن لازم يكون في سؤال يميز مين مجتهد مين شاطر مين بيفكر مين مش ما ذاكرش كويس والحاجات دي عشان بس اكون واضح. لكن مش هيجي الامتحان كله كده طبعا، مش هيجي الامتحان كله يعني صعب اكيد مش هينفع، لكن لازم يكون في تنوع في الامتحان. واضح الكلام؟ تمام يا دكتور. ماشي.
شكرا ليكم ونشوفكم ان شاء الله على خير، ولو في اي حاجه برضه انا موجود معاكم على الجروب، لو في اي اسئله او اي حاجه نرد عليها ان شاء الله في وقتها. اسمعوا بس الفيديوهات كويس وحاولوا تذاكروا كويس وان شاء الله خير. نتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. مع السلامه.